نعرف أن فلسطين فعلا أشار النبي صلى الله عليه وسلم في جملة الأحاديث إلى ما سيكون في فلسطين، بل ربما يكون غريب لو قلت أن الذين يقاتلون في فلسطين لن يحققوا نصرا إلا في الوقت الذي حدده النبي، اللهم صل على، وهو المرتبط بمفاصل محددة، وهو اجتماع الكلمة. يعني على سبيل المثال لما نقول كيف سينصر الله الأمة في فلسطين كمثال، نعم سؤال الناس كلها تسأل عن هذا السؤال، عندما تسقط حدود الأمة العربية والإسلامية فيما بينها، عندما يصبح البطاقة واحدة، عندما يصبح الجواز واحد، يتحرك الإنسان في الوطن العربي والإسلامي كما يتحرك في الولايات المتحدة الأمريكية كمثال، نعم. عرفت؟ نعم. ما في هناك مانع له، يستطيع أن يقام هذا بمعنى من المعاني هذا الاستعداد للنصر. أما كون كل بلد عربية تمثل دولة وحدود وفكر ورؤية بل وحتى ديانة، هذا مؤشر المرصد النبوي، هذا مؤشر المرصد إذا النبوي، إذا أردتم فلسطين والقدس هذه الطريقة، هذه وحدوا، فهذه نوع من أنواع اللي يشير إليها النبي. ولهذا مثلا ما دليل ذلك؟ دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها تقوم الحرب بين المسلمين واليهود، فيقول الحجر، إنما يأخذ الحجر، الحجر تتكلم تقول يا مسلم، ما تحدد، ما تقول يا فلسطيني، الآن قضية فلسطينية، ما في، نعم، وهي ليست قضية فلسطينية، قضية أمة، قضية، لكن قدر العقل الدجالي أن يحجم القضية العربية الإسلامية الأممية مع اليهود إلى أن تصبح قضية فلسطينية، خلانا نحن المسلمين نقول الآن هذه قضية الفلسطينية، حتى بعضهم يستاهلوا الفلسطينيين، الفلسطينيين فعلوا، الفلسطينيين فعلوا، فهي قضية صارت محدودة لدى الأمة العربية والإسلامية، وهذا من الخداع الدجالي الذي بلغت إليه ثقافة الأمة العربية والإسلامية فيما سماه النبي بالغثاء، الغثاء الفكري، الغثاء الثقافي، الغثاء المنهجي الذي يعيش عليه حتى الطلاب في المدارس، نعم. يصل إلى هذا المعنى، فهناك